رايا مش هترجع. مخبي عليها حاجة؟ أنا ضربت رايا قدام أمها وأختها. رايا مفيش عندها أغلى من كرامتها. دي الحاجة الوحيدة اللي طلبتها مني، إن أحافظ على كرامتها. وأنا وعدتها وما وفيتش بوعدي. بصراحة مفيش واحدة تستاهل إنها تتضرب، بس هي برضه أكيد خرجتك عن شعورك يعني. وأنا مفيش حاجة بتوجعنا ابن عمي أكتر من الكلام. تعرف اللي وجعني في كلامها إن هو تقريبا كان الحقيقة. أنا بسبب الحياة دي عملتها قبل كده. رؤية بتحبك يا عمار، وأنت بتحبها. الحقها قبل ما تضيع منك. صعب ابن عم في الزمن ده تلاقي واحدة تحبها وتحبك وتخلص لك إياها كمان. الحق مراتك يا عمار. ليش جينا هنا يا سلام؟ خايفة يكون حدا لامحني. لا تخافي، جبتك هنا لأن عساف علم ويش بيننا، أكيد رح يخبر أبوي. عمي لو علم رح يكسف عمري. لا تخافي، طالما هو حدد موعد العرس حتى لو خبر ما رح يسوي شيء. رح تتركني أتزوج من عساف؟ لا، أنا ما ودي أتركك، لكن بخاف عليك. لو بتخاف علي انجدني، لو بتحبني انجدني. أنا مهني قادرة أتخيل روحي معه. بالله عليك يا سلام انجدني. وحدي الله وروقي حالك، أنا ما راح أتركك، هذا وعد. إيش بتسوي؟ ما أدري إيش أسوي، ودي أسوي مخلوية مع نفسي والحق راح يجي من عند الله. ما في وقت يا سلام، بحب أروح أحكي مع عمي أبو نصير. لا، بيقتلك وبيقتلني. أنا ودي أسوي طريقة للهرب، والله السطار. المهم ما حدا يشعر بشيء، وبالأخص عساف. حسسيه إنك راضية، والله بيجي بخير يا ربي. حاضر. اكده يبقى أنا أول واحد أرجع من المولد بحمص. وزعهم عادة على عيال الصيادين. جاب لهم معايا حاجات كتير قوي، بس أنت خش اعمل لنا واكل عشان الناس تتغدى. عينيا. علي بقول لك ايه؟ ها؟ يلا نخش جوه؟ ما تخلينا قاعدين هنا. تعالى بس، انت مش هتساعدني في الوكل ولا ايه؟ ما انا كمان تعبانة. يو يا حياه. يلا يلا. استغفر الله العظيم. ايه فيه يا حسن؟ عايز ايه؟ في عربيه من مركز وصلت بره يا عمده. هما كلمتين مش هاخد الوقت كتير يا عمده. يا مرحب يا جناب الضابط، شوفوا يشرب ايه يا حسن. لا ملوش لزوم يا حضره العمده، انا جاي اقول لك انك متهمه بقتل وفيق المحمدي. واول ما تضغطي على زر الكونفيرم ده يبقى انت كده اكدت التحويل، وبيجي لك مسج بعد كده على ميلك بكل بيانات الحساب. كده هيبقى فيه فروقات كتير قوي. ما الخدمات دي ما تتقدمش ببلاش. الناس اللي بتقوم بالتحويلات دي يا رودي بتاخد عمولات كبيرة جدا، يعني تجار فلوس. ايه في عمولات بتوصل للدرجة دي؟ طبعا، ودي كمان ملفات العمليات الخاصة بالدرجة التالتة والتانية. لسه بقى الملفات الخاصة بالعمليات الدرجة الأولى. هي فين ملفات الدرجة الأولى؟ لا، دي محدش بيشوفها ولا حتى أنا. دي موجودة بس على لابتوب باباكي. سيف بيه العزازي.
كان نفسي لما ادخل القصر تاني يكون زين موجود. لا يرحمه. هو ايه يا عم ذكري؟ انت ما كنتش بتشوف بابا خالص ولا ايه؟ لا زين. بس بعد وفاة مرات عم ذكري الله يرحمها قرر يسيب التجارة خالص، مش كده برضو؟ مش بالظبط والله يا جان هانم، هي الحاجات كلها جت في وقت واحد، وفاة ام قاسم، قفل المصنع، خلانا نبعد شوية. بس زين ما قطعش اوقات كتير كان يعدي عليا في المحل. صحيح، باباك الله يرحمه لما كان بيبقى داخل شغل جديد كان لازم يفوت ياخد رأيه، ما انت الخبير برضه. ايام وراحت لحالها جهان هانم. خلونا دلوقتي نبارك للولاد على نجاحهم في المصنع. ربنا يخليك يا عم ذكري، والله لولا حضرتك وشمس ما كانش زماني حتى سلمت طلبية واحدة. مش للدرجة دي يعني يا حازم، انت بس عشان طيب ربنا كرمك. عندك حق، انا دايما والله اقول له خلي بالك طيبة قلبك دي ممكن تخلي ناس تفهمك غلط. مش يمكن ده اللي خلاني اجي جهان هانم؟ يعني بس عشم الناس الكتير فيه ممكن يخليه يهدم كل اللي عمله في لحظه واحده. معلش ماما بس بتخاف عليا شويه. ربنا يخليكوا لبعض يا رب. سفره دايما يا جهان هانم. بالهنا والشفا يا عم ذكري، نورتوني. نورك يا جهان هانم. ده مش كلام يتقال في تحقيق يا حاجة زينب. لو عندك رد مقنع على الاتهام اللي موجهه ليك سيادة النايب يا ريت اسمعه. أنا رديت يا جناب المأمور، وردي عرفته البلد كلها، وأكيد سيادتك عرفته، لكن مسعد المحمدي مش عايز يصدق. أعمل له إيه؟ بس ده محضر رسم. تمام يا باشا، وأنا إكراما لسعادتك يا جناب المأمور وللمحضر الرسمي أنا جيت. أها، وبعيدها تاني، مفيش حد عمل كده إلا الواد المتلتم، وإنت خابر من ساعة ما شفناه مفيش غير سرجة ونهب وحرايق وبلازرق. أيوة، بس القتل ده جديد وما حصلش قبل كده في النجع. الحمد لله، وديك قلتها بنفسك أهو، ما حصلش قبل كده في طول زمن العطارين. لكن دلوقت من يوم ما طلع علينا الملعون ده واحنا مش شايفين غير الخراب. وايه دليلك على الكلام ده يا باشا؟ ما انا قلت لك رجاله الدوار بتوعي شافوه بيقتل وفيق المحمدي، وعندهم استعداد يشهدوا بالكلام ده. ومش بس كده، رجاله وفيق المحمدي نفسهم شافوه هو بيقتلوا. طب داني حتى خليت رجالتي يرمح وراه، ما حصلهوش ابن الجنية، عفريت كده وفات خلاص. بس ده مش دليل مادي يا عمر. نصيحة مني، لو عايز الموضوع ده يخلص اصطلحي مع سيادة النايب، والمتلتم لازم يظهر علشان أعرف أصدقك. أحملك يا رب، أحملك يا رب، أحملك وأشكر فضلك. عم حمزة، دي أمي ست حرية جدين فضل الله. منكم أنا جايبها وجاي النهاردة عشان أطلب منك إيد رحمة. ليه من الغرب؟
انسب مكان للبضاعه انها تخش من الجنوب. هو سيفي صعب على نفسه قوي كده ليه؟ سيفي يقدر يدخل بضاعه من الغرب، لكن الشركه ما عندهاش ثقه في سيفي انه يقدر يجيب البضاعه من الجنوب ويوصلها. طبعا دي كانت لعبه زين العطار بس. يا ريت سليم كان معانا، لو كان سليم موجود كانت مشاكل كتير اتحلت. بص يا مدام، المشكله اللي بين سيف وسليم مش مشكله سلاح تقيل وسلاح خفيف، المشكله اساسا بين سيف والعطارين من زمان، ومش هتنتهي غير لما واحد فيهم يختفي من الصوره. ولحد ما حد فيهم يختفي